شركات الاتصال لديها خدمة الاستدانة الرصيد، كل فئة رصيد عليها فائدة، بحيث عند استدانة فئة الأربعين يتم خصم 50 ليرة من رصيد. عم بيقول إنه جائزة، هل تعتبر هذه الفائدة؟ لا، هذه مو موضوع، هني مو فائدة مال، هي عم تبيعك وحدات، اللي شيء اسمه وحدات هذه الخدمة، وبترجع بتخصم لك من هذه الوحدات. املأ الآن 40 وحدة وستدفع ثمنها 50 ليرة. لو بدك تدفع هلأ مثلاً 40 وحدة مثلاً، مثلاً 40 ليرة، أما إذا بدك تدفع بعدين حتدفع 50 ليرة، جائز. هذا مو موضوع بيع 40 بـ50، هذه مثل بيع البراد نقداً 900,000 تقسيطاً 1,100,000، جائز.